نعم وحامله وحامله من الفوق وليد وحامله نعم. شحال باش تحكم عليه؟ تحكم بعشرة شهور. 10 شهور وكي يعني مش مشكل نفسي؟ عنده مرض نفسي وعنده اخليك اختي اخليك اخليك الادويه ديالو هذوك ادويه ديالو. اذا مشاهدي قناه شوف تي في مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء مع هاد السيدة اللي جات تكلم على المشكل اللي وقع لها، لقات راسها حاملة والزوج ديالها في السجن بسبب الأم والإخوة ديالو اللي كانوا سببه في السجن. كتقول هو بأنه كيعاني من شي مشكل نفسي، كياخذ الأدوية ديالو كيولي طبيعي، إلا ما خداش الأدوية ديالو كيولي عنيف، كيولي بعض الأمور غير متحكم فيها. ف الام ديالو والاخوه ديالو العود ما يساعدوه في العلاج ويصبروا معاه رسلوه للسجن، ولكن عرفوا المرضى النفسيين المشاكل اللي قدروا انهم يديروها والخطر اللي قدروا يشكلوه على نفسهم وعلى المحيط ديالهم. فربما هاد الناس عياو وقرروا انهم اللهم الحبس ولا يرتكب شي جريمه. علاش؟ لان كاين مشكل ثاني ديال المستشفى الامراض النفسيه والعقليه، ما كيعالجوش الناس، ما كيشدوهمش. فاغلب الناس اللي كنت كنعرف عندهم الوليدات ديالهم مرض مكثر سمعيا وما بقى بان لهم حتى شي حل، كيقول لك اللهم السجن، يمشي للحبس ولا غيبقى تيدير شي جريمه. فاحنا غادي ناخذ الكلمه ديال السيده باش تكلم على الحاله ديالها وشنو وقع بالضبط. مرحبا اختي. السلام عليكم. قربي اختي. السلام عليكم. انا هاد السيد تزوجت به في الاخر ديال 2021. واحد السيد اللي كان فاش كنت يلا تزوجت به انسان طبيعي، يعني كياخذ الدواء ديالو انسان طبيعي بشهاده ديال صحابه والجيران، وانسان اللي ظريف لواحد درجة كبيره. من بعد ما وقع لي واحد المشكل، ملي وقع لي واحد المشكل مع الاخت ديالو، امتنعت انها تعطي حقه في واحد المحلات كارينهم. كان طبيعي هو؟ كان طبيعي، ما كانش مريض. لا ما كانش مريض. ملي قطعت عليه فلوس وما بقاش بغات تعطيه من شهر ربعه قطع هو الدواء، ما بقاش كيمشي يتعالج وقطع الدواء ومرض. ملي مرض كيفاش قطع الدواء ما بقاش كيتعالج وكنت كتقولي كان طبيعي؟ كان طبيعي كيشرب الدواء طبيعي. اذا السيد كان مريض وغير كيشرب الدواء؟ اه كيشرب الدواء، ولكن هذاك الدواء كيبان انسان عادي ملي كيشرب الدواء. هو مريض، علاش كيشرب الدواء؟ حيت مريض. اي ما نقولوش طبيعي، طبيعي هو اللي ما كياخذ لا دواء لا حتى شي حاجه. صح. هو كياخذ الدواء. اها قربي الميكرو. من بعد ما قطع الدواء مرض، زاد الحاله ديالو زادت الدورات، ومشيت عند الام ديالو قلت لها راه ولدك مريض، وانا اول مره نشوفه في ديك الحاله ما عارفاش كيفاش نتصرف معاه، شنو كديروا ليه فاش كيمرض. هزها الدراري قلت لك الدراري ما غاديش يخليني هزها عندك. لا لا ماشي هزها كامله 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 حطها عندك. فاش مشيت عندها ودويت معاها وقلت لها ان ولدك مريض، قالت لي ما عندي ما ندير ليه، انا ما عندي ما ندير ليه. وهو كينوض كيبدا كيغوت على اختو كيقول لها عطيني حقي، من شهر ربعه ما عطيتيني والو، هو كيشد 100000 ريال وشي حاجه ما تيقدرش يخدم. هذيك هي اللي عايشين بها، ما كيقدرش يخدم. مع الدواء كيشرب الدواء، داك الدواء كيخليه ينعس، ما تيقدرش يخدم. انت قبلتي عليه بانه كان مريض، زوجتي هو مريض؟ اه زوجت به هو مريض. فاش امتنعت انه تعطيه فلوس بقى كيغوت عليها، مشاو ديكلاراو به، اتهموا بالسرقة، اتهموا انه كيعنفهم كيضربهم، انه جرى عليهم من الدار، وهادشي ما كاينش. هو فقط كيغوت تيغوت، ولكن ما كيغوت على حقه، بغى حقه. كيقول لك انا ما عنديش باش نعيش من غير هذوك الفلوس، الا ما عطاتهمش ليا صافي المصروف وقف. الفلوس ديال من الفلوس الباء الله يرحمه ملي توفى خلى لهم شي محلات كارينهم، هذوك المحلات هما منين المحلات خاصهم يستافدوا منهم كاملين. اه ودايرين وكاله لواحد الاخت ديالهم كتشد هذوك الكرا وكتقسموا على خوتها. كتقسموا على خوتها، جات هي تال عنده هو ما بقاتش بغات تعطي من شهر ربعه. يعني غير الحق ديالو. غير الحق ديالو، اه ماشي غير الحق ديالو، ما بقاتش بغات تعطيه. وديكلاراو به، ديكلاراو به تشد، اتهموا بالسرقه، اتهموا بانه كيضربهم كيجري عليهم شي حوايج اللي ما دارهمش هو. انت شاهده؟
والليله اللي دخل فيها هو الحبس جراو عليا انا من الدار. جيت لداري لقيتهم داخلين ليا لبيتي هازين العقد ديال الزواج، الحاله المدنيه ديال الولد، الدفتر الصحي ديال الولد باش كنجلب ليه، الوكاله ديال بانه عنده الحق في هذيك الدار، جميع الاوراق المهمين اللي عندي في هذاك الغرفه ديالي. العلاقه ديالكم يعني شي خاص بكم؟ الخاص بنا وصور شخصيه وشحال من حاجه هزوهم وداوهم ولقيتهم جميع لي حوايج وحطوهم عند الباب وقالوا لي صافي سري في حالك. ملي قلت لهم فين غنمشي بالولد صغير وما عنديش فين نمشي وما عندي حتى شي واحد في هذه المدينه. ماشي بنت؟ انا بنت سيدي بنور. هذا الوليد هذا مسكين شحال في عمره؟ ولدي دابا عنده 5 شهور، في ديك الوقيته كانت عنده 3 شهور ونص. يعني مش باشا من ولد شوفان. والجيران عاونوني عطاوني باش نركب ومشيت عند خال راجلي كاين هنا. مشيت عند خال راجلي هو اللي استقبلني هو والزوجه ديالو لمده ديال اسبوع. درت بهم شكايه انهم جراو عليا من الدار وانهم ما كيعطيونيش المصروف ديال ولدي اللي راجلي عنده الحق فيه وراجلي في الحبس وما عندي ما نصرف عليه ولا ما عندي ما ندي ليه. واليوم كان عندي زياره ما عندي باش نمشي عنده. قبلوا انهم داروا التزام ودخلوني رجعوني للدار ومع ذلك بقاو الخلافات بيناتنا، كيعايروني كيقولوا لي شي هضره خايبه. وطلبتهم انهم يديروا التنازل لولدهم ويديه ويتعالج ولكن ما بغاوش. هما علاش سيطو الحبس؟ هو كيقول لك داوني للحبس باش ياخذوا لي رزقي، ما بغاوش يعطيو حقه. هو ملي دوا على حقه ما بغاوش يعطيو ليه فديكلاراو به. بدا كيغوت عليهم؟ بدا كيغوت عليهم كيقول لهم عطيوني رزقي انا ولد. شوف هو وخي دير اللي دار برفعوا لي القلم. قال لي المشكله انا في ديك الوقيته فاش كان ناض كيغوت عليهم ولدي انا تيموت بالجوع ما عندي ما نعطيه. كيموت بالجوع ناض هو كيغوت كيسمع ولدو كيبكي بالجوع راه غينوض يدير راه غينوض يغوت واخا يكون بعقله. استقبلني قلت لك هذاك السيد خال راجلي والزوجه ديالو المده ديال الاسبوع. في ديك المده ديال الاسبوع كانوا هما اللي هازين ليا ولدي من الحليب اللوازم ديالو كاملين اجر عطاني الزوج ديال هذيك السيده اللي هو خرج لي عطاني 10000 ريال ديتها لي دخلتها لي للسجن باش الا خصاتو شي حاجه ما هو كيكمي. وانتم ما كيزوروش؟ لا ما عمرهم ما زاروه حتى في المحكمه ما حضروش معاه. بغاو يتسناو صافي. بغاو غير يتسناو منو صافي. فانا دابا عايشه هنا بوحدي وما عندي حتى شي حد وولدي ما عندي ما نصرف عليه وحامله من الفوق يعني حتى الا بغيت نخدم ما يمكنش ليا وما عنديش اللي يشد ليا ولدي. دابا تبقى عايشه معاهم ولا عايشه فوق؟ عايشه انا داري الفوق فوق منهم وما تحت مني. في الكوميساريه داتني وقالت لي قدام الناس قالت لي هذاك الولد اللي فرحانه بيه والله تنقتلو لك بين يديك. لا هي واحد الانسانه اللي واحد الانسانه اللي خايبه بزاف وانسانه مشعوده. كنكون جالسه في الدار انا ولدي كنشم ريحه خايبه ديال البخور وديال هذاك الشيء. ولدي كيبدا كيغوت كيبكي كنبقى كنقرا عليه في القران كندير لي القطران هنا في نيفو باش ما يشمش هذيك الريحه خايبه. العائلة ديالك فين كاينين؟ سيدي بنور. الأم ديالك والأب ديالك؟ علاش ما فكرتيش أنك ترجعو تبعتي للمستعان؟ كون قدرت كون مشيت، كون كان في استطاعتي أنني نمشي تما كون مشيت ما كنتش غنفكر ونبقى هنايا. شحال باقي ليا الراجل ديالك باش يخرج؟ غيخرج حتى شهر 6 يلاه تشد. يعني 10 شهور يعني غيخرج غيلقاني ولد.
قتلو تسولتي بوحدك. وانا بوحدي وما عنديش ما نصرفت على هاد الولد هذا، عاد غنزيد واحد اخر. جات شي مرات كيبان لي الدواء ديالو كنقول غناخذ هاد الدواء ديالو صافي غنموت انايا. حتى الوراق ديالو ديال الطبيب خداوهم ليا، يعني باش غيخرج وندي انا للطبيب باش يداو خداو ليا الوراق ديالو. وحكموا عليه في المحكمة، حكموا عليه واخا قلتوا لي بأنه مريض. ما كانش عندي باش ندير ليه محامي، طلبوا انني ندير ليه محامي ولكن ما كانش عندي باش نديرو ليه. يعني غير باش تبينوا بأنه راه مريض. مشيت في الكوميسارية بغيت نعطيهم هذوك الوراق بأنه مريض، قالوا لي خصك ديري ليه محامي. وي وي. أبحث نكتفي بهذا القدر مشاهدي قناة شوف تيفي، غنحطوا الرقم ديال المساعدة لأن كتبكي حاملة فما يمكنش نزيدو نكملو. فكيف قلت بأن السبب ديال هذه المشاكل كاملة هو المستشفيات ديال الأمراض النفسية بمدينة الدار البيضاء ما كيستقبلوش المرضى وما كيعالجوهمش، فولاو الناس كيفكروا أنهم ولدهم يصيفطوا للحبس وباش ما يبقاش عندهم ويدير شي مشكل ولا يغوت عليهم، لأن ما كيتحملوش داك الفوضى اللي كتوقع. شحال من عائله ولدها رسلاتو للسجن. هنا في حاله خاصه، هنا السيد مزوج عنده وليدات، الزوجه ديالو حامله، تكلم فقط على الحق ديالو اللي خاصو ياخذو، يعني ما يحقروش وما يحقروش الزوجه ديالو لانها حامله وعندها وليدات، وهاد الوليدات راه تما ولادهم ماشي غير الولد هي. فنتمنى خير ان شاء الله. انا الا كان عندك كيفاش ترجع لهاد والديك رجعي اختي، لان إذا بقيت مع هادو غادي يكرفسوك فما كيلاش. تعطيني اختي الرقم الله يسر لك الامور، تعطيني الرقم ديالك ونتمنى انكم تبارطاجيو اللي قدر انه يبارطاجيو اللي قدر انه يساعد. فهاد السيده كتوجد هنا في مدينه الدار البيضاء، هي في حاله ديال الحمل، الزوج ديالها في السجن ما غيخرجش حتى شهر 6 اللي ديال العام الجاي. هاد الوليد ما عندوش باش غادي يشرب الحليب، ما عندو. عطيني عفاك الرقم. نعم. 07 75 76 72 91 07 75 76 72 91. هذا هو الرقم ديال المساعدة مشاهدي قناة شوف تيفي. اللي يقدر يساعد يساعد، لان معها واحد الرضيع يلا في العمر ديالو 3 شهور، الا لا حليب لا ليكوش ما عندها مين تصرف عليه، حامله من الفوق، الزوجه اللي في السجن، فهذا هو العذاب. فنتمنى الخير ان شاء الله، نتمنى اننا نكونوا وصلنا الصوت ديالها للمحسنين، وكذلك احسن العائله ديال الزوج ديالها اللي شاهدوا المباشر. فنتمنى انهم يراعيوا لهاد الظرفيه، لان عندها بنيه وليد صغير اللي هو الابن ديالهم كذلك حامله، يراعيو غير الظرفيه ديال مرحله الحمل. هذاك اللي مشى للسجن تاهو الولد ديالهم، يعني المهم ما غاديش نتكلموا بزاف، فنتمنوا يكون خير وصافي.